عسلامة، مرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة لافي. كيف ما تعودتوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. اليوم باش نحكيو على تصريحات نقابة السلك الدبلوماسي اللي فرحنا برشا بختم الدستور الجديد، وقالت أن ختم الدستور هو إنجاز تاريخي سيقطع مع الفساد. أكيد جدا إن شاء الله، لكن قبل ما نبدأ في الموضوع ما تنسوش لايك اشتراك تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وحصري. دعت نقابة السلك الدبلوماسي اليوم الخميس رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تعيين رؤساء للبعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج، خاصة منها تلك التي بقت شاغرة منذ السنة الماضية، بما سيكرس مبادئ السياسة الخارجية والدفاع عن سيادة البلاد وحماية مصالح أفراد الجالية لدى دول الاعتماد. وحثت النقابة في بيان صدر عنها بمناسبة ختم رئيس الجمهورية الدستور الجديد ودخول حيز النفاذ على وضع برنامج لإصلاح الهيكل الدبلوماسي في الداخل والخارج، وعلى ضرورة أعطائه المكانة التي سيتحقق منها خلال تحديث الإطار القانوني المنظم له ومراعاة خصوصية العمل الدبلوماسي كوظيفة يتقن القيام بها أبناء السلك الدبلوماسي المنتمين لوزارة الشؤون الخارجية. ورفعت النقابة بالمناسبة اسم عبارة التهاني إلى الشعب والقيادة التونسية بمناسبة ختم الدستور الجديد، وصف ذلك بالإنجاز التاريخي معتبرة أنه سيقطع مع منظومة الفساد والعبث بمقاومة الدولة ومؤسساتها الدستورية التي عرفتها البلاد خلال العشرية السوداء التي تلت ثورة الحرية والكرامة 17 ديسمبر 14 جانفي 2011. وما تنسوش لايك اشتراك تفعيل الجرس وباي باي.